تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وأكد مدبولي أن نتيجة الخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق تمهيدا لحدوث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أن جاهزية الحكومة جنبا إلى جنب مع البنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد 1,000,000 طن من السكر. كما أضاف أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد وبدأت بالفعل بعض الشاحنات في الوصول حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة.